السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجعله اجتماعا مرحوما وتفرقا مغفورا مرحوما منه وكرم. وأسأله سبحانه وتعالى يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ودرسنا سيكون بإذن الله في كتاب عظيم ورسالة مهمة لإمام حافظ كبير من أئمة أهل السنة والجماعة من علماء القرن الرابع الهجري، وهو أبو بكر أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم الإسماعيلي الجرجاني، المتوفى سنة 371 و300، وولادته كانت سنة 77 و200، فله 94 سنة عند وفاته رحمه الله. هذه الرسالة مختصرة لكنها جامعة لأصول معتقد أهل السنة والجماعة، وهي اعتقاد أهل الحديث، اعتقاد أهل الحديث. وهذه الرسالة كما سيأتي إن شاء الله في ثناياها جمعت كلمات عظيمة تبين أصول أهل السنة والجماعة في شرق الأرض وغربها. وهذا الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله من أشهر الأئمة وصاحب المستخرج المعروف على صحيح البخاري، وترجمته عطرة وفيها من العبر والقصص ما يزكي النفوس ويطيبها بالأخذ بها والاقتداء بهذه السير المبنية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل العلم يوصون بدراسة سير العلماء الراسخين أئمة أهل السنة والجماعة. سنشرع في هذه الرسالة بإذن الله، ويكون الشرح على سبيل الاختصار، لأن هذه الرسالة فيها أصول عظيمة، وسيكون الدرس من هذا اليوم إلى نهاية الأسبوع إن شاء الله في خلال 5 أيام و6 أيام، نأخذ كل ليلة قدرا وطرفا صالحا حتى يتم التعليق على ما تيسر منها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا حيثما كان، واغفر للسامعين والحاضرين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما ورد به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضموناً لهم الهدى فيهما، مشهوداً لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يقول رحمه الله: اعلموا. وهذه الرسائل يبدأ فيها بالثناء عليه سبحانه وتعالى، لكن تختلف المخطوطات ويختلف النقل في هذا الباب والبداءة بهذه الرسالة. وأهل العلم يقولون يشرع الجمع بين البسملة والحمدلة في بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين في الكتب والرسائل العامة، اقتداءً بالكتاب العزيز
فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين، وافتتحه الصحابة بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، لأن ليست آية منها بل هي آية للفصل، والكلام على هذا المعنى يطول في بسم الله الرحمن الرحيم، لكن من المواضع التي يذكر فيها هذا الذكر هو في الرسائل والتثنية بالحمد لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ الرسائل الخاصة بالبسملة، ويبتدئ الخطب بالحمد لله رب العالمين على سبيل الحكاية، الحمد لله. والرسائل العامة من كتب أهل العلم هذه إمامها كتاب الله عز وجل، حيث افتتح الصحابة بالبسملة ثم الحمد والثناء لله سبحانه وتعالى. اعلموا رحمنا الله وإياكم، هذا ابتداء عظيم، تنبيه، اعلموا هذا العلم واجب، ينبهك ويأمرك أن تعلم مذهب أهل الحديث. ثم دعا رحمه الله لجميع من يقرأ هذه الرسالة ويعتقد ما فيها بالرحمة، رحمنا الله وإياكم، فدعا لنفسه ثم دعا لغيره. وهذا هو السنة، أن يدعو الإنسان لنفسه، إذا أراد أن يدعو لغيره يبدأ بنفسه، ولا بأس أن يبدأ لغيره أو بغيره ثم يبدأ بنفسه. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب أنه عليه الصلاة والسلام قال: رحمة الله علينا وعلى موسى. وجاء في صحيح رحم اللهم إسماعيل، وجاء خبر بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بغيره، فكله لا بأس، لكن كما في حديث كان إذا دعا لغيره بدأ بنفسه كما عند الترمذي، إذا دعا لغيره بدأ بنفسه. وفي لفظ مسلم أنه قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى العجب، يعني من الخضر عليهما الصلاة والسلام. أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة، أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، وهذه الاصطلاحات ظهرت لما ظهرت البدع، وإلا كان الناس على هذا الهدي وهذه السنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. في أواخر عهد التابعين ظهر بعض البدع، ولهذا قال محمد بن سيرين رحمه الله كما روى مسلم في المقدمة، لما يعني كثر في معنى كلامه رحمه الله، كثر القول على رسول الله عليه الصلاة والسلام، نظروا في حديث أهل السنة ثم ميزوه، ونظروا في حديث أو كلام أهل البدع، يعني محذرين من كلام أهل البدع، متبعين لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذه اصطلاحات والمعنى واحد، أهل الحديث أهل السنة أهل السنة والجماعة، والمعنى أن هذا الاسم لهم أنهم يتبعون الهدي المستقيم في كتاب الله عز وجل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وأن هذا الواجب. ثم قال: ذكر أولا ما يجب، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا في الحقيقة مما يبين أن هذا الإمام رحمه الله عنده معرفة باللغة والمعاني والنظر في المعنى الصحيح. ما قال التصديق، أن الإيمان هو التصديق وإن كان هو المشهور، قال الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأنه يطلق التصديق يعني هذا المعنى مثلا، وما أنت بمؤمن لنا يعني مصدق لنا، لكن هذا معناه أنك لست مطمئنا ولا يقر في قلبك صدقنا. فالإقرار
لا يكون إلا عن إخبار عن مغيب، أما الصدق أو التصديق يكون بالإخبار عن الحاضر والغائب، فكل من أخبر عن شيء غائب وعن شيء مشاهد يقال له صادق أو يطلق عليه التصديق، لكن الإقرار أو الإيمان لا يطلق إلا عن الخبر عن الغائب، عن الخبر عن الغائب. فمن قال مثلا السماء فوقنا والأرض تحتنا لا يقال آمناه، قالوا صدقناه، لأنه يخبر عن شيء مشاهد، فلا نقول آمناه أو آمنا يعني في بقول لأنه مشاهد، لكن من أخبر عن شيء غائب فإنه يكون الخبر على لفظ الإيمان آمنا، وهذا لا يكون إلا بمعنى الإقرار، والإقرار من قر يقر، ويكون فيه معنى الإطمئنان والاستقرار، لأن الإقرار من قر الشيء ومنه القارورة، إذا قر فيها الماء واستقر واطمأن، ولهذا الإيمان من الأمن، الإيمان من الأمن الذي هو ضد الخوف، فكان هذا القول أو هذا اللفظ أمس بلفظ الإيمان، الإقرار بالله لأنه سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى لم نره، إنما أخبرت عنه الرسل سبحانه وتعالى، أخبرت عن الرسل، فلهذا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، جاءت الرسل وأخبرت أنها مرسلة من الله عز وجل، فهذا الذي جاءت بالرسل أصله غيب، فيؤمن بالله، آمن الرسول ما أنزل إليهم ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو الأصل، الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بالله جميع أنواع التوحيد بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بوجوده وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وبألوهيته، كله من الإيمان بالله، وملائكته، الملائكة تؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، تؤمن بالملائكة إجمالا مما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ملائكته، وتفصيلا عن الملائكة الذين سموا، الذين سموا، فمن الملائكة من سمي، من الملائكة قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، نؤمن بجبريل وميكائيل لأن الله سماه، ونؤمن بمالك خازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، يا هذا مالك سمي مالك وبين عمله وهو خازن النار، ونؤمن بملك الموت، ونؤمن ليقضي علينا ربك، لما قالوا نادوه قالوا ونؤمن كذلك ملك الموت، لكن لم يسمى، إن بين أن الموت، أن الموت ملك، أن للموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فالله سبحانه ذكر ملك الموت لكن لم يسمه، ولم يأتي في خبر صحيح أنه سمي، جاء في بعض الآثار المشهورة أنه عزرائيل، لكن لم يأتي شيء من هذا، بعضهم حكى عن ذلك الاتفاق، لكن لم يأتي شيء من هذا. نؤمن كذلك بملائكة وقع فيهم الاختلاف، وقع فيهم خلاف، كما في قوله سبحانه وتعالى هاروت وماروت، وما أنزل على الملكين هاروت وماروت، وما أنزل على الخلاف فيما هل هي موصولة أو نافية، فإذا قيل إنه ملكان نؤمن بهذين الملكين، هؤلاء خمسة وردوا في القرآن، ورد في السنة إسرافيل في صحيح مسلم
أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان إذا قام الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا إسرافيل. ونؤمن بنافخ الصور، نافخ الصور، لكن لم يسمى على الصحيح كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن ينتظر متى يؤمر فينفخ. الحديث جاء عن ابن عباس وعن أبي سعيد وأسنده فيها ضعف، لكن نؤمن به ولم يثبت تسمية، وإن ورد في بعض الآثار الحديث لكن لم يثبت شيء من ذلك. وكذلك نؤمن بأن للجنة خزنة، ناداه خزنة الجنة كما في الصحيحين عن أبي هريرة: من أنفق زوجين في سبيل الله ناداه خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير، وفي لفظ: أي فل يا أي فلان هذا خير الحديث. وهنالك أبواب أخرى، فمن كان من أهل الصلاة جنب الصلاة. المقصود أنه ناداه خزنة الجنة، ناداه خزنة الجنة. فمن جاء مسمى نؤمن به على سبيل التفصيل. وكتبه كذلك مما أخبر الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بالكتب التي أخبر بها سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل، ممن سمي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وهذا القرآن العظيم. وما لم يخبرنا به سبحانه وتعالى نؤمن به إجمالا كالرسل: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، كلم الله موسى تكليما، كما نؤمن برسله سبحانه وتعالى إجمالا وتفصيلا. ورسله سبحانه وتعالى كثيرون، لكن المذكور في القرآن منهم 25، منهم 18 في سورة الأنعام في قوله سبحانه: تلك الرسل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. 18، وسبعة منهم في سور في الأنبياء وصاد، فهم 25. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. 8 بعد 10، 18 هؤلاء، 18 وبعد ذلك 7 هؤلاء. ورسل لم نقصصهم عليك، فنؤمن بهم إجمالا وتفصيلا فيما فصل سبحانه وتعالى. وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية. هذه الكلمة عظيمة من المصنف رحمه الله، قبول ما نطق به الكتاب، يعني كل ما نطق به الكتاب تؤمن به، هذا الواجب. وصحت به السنة، كل ما ورد في كتاب الله فإنك تؤمن به ولا تكل ذلك إلى عقلك وإلى فهمك، فالواجب عليك أن تؤمن. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون خيرة من أمرهم، فهذا هو الواجب، بالأخذ بالكتاب والسنة وقبول ما جاء بها بلا تعد ولا زيادة. جاء رجل إلى أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أحرم من المسجد أم من الوادي من ذي الحليفة؟ قال: من الوادي. قال: يا أبا عبد الله، إنما هي خطوات، يعني يسيرة أزيدها. قال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ قال:
لأن إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا الواجب أن يقبل العبد ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بلا تزيد، وما صحت به السنة، وأنه لا معدل عما ورد به ولا سبيل إذا رده، كما بيّن رحمه الله شرح: كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما. الهدى مضمون في الكتاب والسنة، ومن أعرض عنهما فله المعيشة ضنك، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإنما السلامة باتباع الكتاب والسنة، مشهودا لهم بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفة الفتنة والعذاب الأليم. وهذا هو الذي تقدم في كلام الإمام مالك رحمه الله، كذلك جاء الإمام أحمد وغير رحمة الله عليهم أجمعين. نعم. ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يقول رحمه الله: ويعتقدون، أي أهل السنة والجماعة، أن الله مدعو بأسمائه الحسنى، كما قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، موصوف بصفاته التي سمى بها نفسه ووصفه وصف بها نفسه، تسمى ووصف بها نفسه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا يبين أن الأسماء والصفات توقيفية، والمصنف رحمه الله سيكرر هذه العبارة بعد ذلك ويشير إليها، وهذه يقع في كلام العلماء رحمة الله عليهم لأهمية هذه المباحث، بأنهم قد يكررون بعض المسائل، والعلم يحلو على التكرار، خاصة هذه المسائل العظيمة. فالله مدعو بأسماء الحسنى، تدعوه بأسماء الحسنى وتسأله بها، وهذا يبين أن سؤال الله بأسماء سبحانه وتعالى التي هي ثناء هو دعاء، وهو أعظم الدعاء، لأنه دعاء عبادة، دعاء عبادة. أنك تدعو الله عز وجل، تقول: أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك أنت الحليم الكريم الغفور الرحيم السميع البصير، وما أشبه ذلك من أسماء الحسنى. هذا في الحقيقة نوع دعاء، بل هو من أعظم الدعاء. الدعاء هو العبادة، دعاء الثناء. ثم بعد ذلك يشرع لك أن تثني على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تدعو، ثم تسأل ربك حاجتك، دعاء الطلب والمسألة، ثم تؤمن. هذه آداب أربعة آداب للدعاء، كما في حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك الحديث الآخر لما قال أنه عليه الصلاة عجل هذا وأرشده إلى الدعاء المشروع. نعم. خلق آدم بيده، هذا من معتقد أهل السنة: ما منك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا محل إجماع من أهل العلم، وأن لله يدين حقيقيتين نثبتهما حقيقة بلا كيف، يعني لا نحن تثبت أن لله يدين، لا تقول يد الله كذا وصفتها كذا. ولله هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، ليس كمثله شيء وهو السميع
البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد سلك أهل البدعة مسلكا باطلا يخالف اللغة، يخالف القرآن، يخالف إجماع السلف، مخالف للقرآن والسنة، فاضطربوا وتحيروا، فاضطروا أن يقولوا أقوالا أضحكوا من أضحك العقلاء، وإن كانوا هم يلتزمونها، لكن آل أمرهم بعد ذلك إلى أن قالوا نحن في حيرة، نحن لا ندري ماذا نقول. وهذا جزاء من أعرض عن ذكر الله، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه المسائل مسائل عظيمة مبسوطة، وبينها العلم في يعني حقيقة هذه الأسماء والصفات، أنها صفات ثابتة له، لكن لا نثبت إلا ما دل عليه النقل. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه أو مقدمة في الفتوى الحموية في مقدمتها تقدمة نفيسة، هي من أنفس ما في الكتاب، بل من أنفس كلامه رحمه الله، كلام عظيم، كلام عظيم في كتابه الفتوى الحموية التي صنفها عام 98 و600، وله 37 سنة، لما ورده سؤال ما تقولون في بعض آيات الصفات مثل قوله تعالى الرحمن عرش استوى، ومثل ما جاء في الحديث إن قلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن، ومثل قول عليه الصلاة والسلام يضع قدمه سبحانه وتعالى في النار تقول قط قط، أبسط القول لنا مأجورين إن شاء الله. فأجاب رحمه الله وذكر كلاما في مقدمته لهذه الرسالة ما معناه، يقول رحمه الله: وإن كثيرا من أهل الكلام ممن غلظ عن دين الله حجابهم، وكثر في دين الله اضطرابهم، حتى أخبر عنهم المخبر بالحيرة التي هم فيها، فقال مخبرا عن حاله: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف نادم على ذقن، أو قارعا سن نادم، فإن لم يتداركني ربي فإني هالك، وأنا اليوم أموت على عقيدة أمي. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء، طريقة القرآن. هذا مآله الشهرستاني وأمثاله، آل إلى هذا، فأخبر عن الحيرة التي أصابته لأنه تبع أهل الكلام وطريقة أهل الكلام. هؤلاء أئمة أهل الكلام المقدمون المعتمدون في هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كيف يكون هؤلاء الخالفون المتهوكون المضطربون الذين آل أمرهم إلى الحيرة وهذا الضلال العظيم؟ هم أعلم بالله سبحانه وتعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام ومن السلف الصالح، كيف يكونون أعلم؟ الذين تبعوا أفراخاً من أهل الكلام من الصابئة والجهمية في زبالات الأذهان ونحاتات الأفكار، كيف يكونون هؤلاء أهل الهدى؟ كيف يقول قائل إن طريقة السلف أسلم
وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا باطل بالإجماع ومخالف للفطرة والعقل. كيف يكون هذا الباب هو باب التوحيد الذي تتشوف النفوس إلى معرفته تشوفا عظيما وتشتاق إلى طلبه؟ كيف يكون هذا الباب وهذا المطلب لم يحكمه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بل إحكامه وبيانه من أعظم ما يبين كيف الرسول عليه الصلاة والسلام بين حتى الخراءة، وقد اعترف اليهود بذلك لما قالوا لسلمان: لقد بين لكم أو ذكر لكم نبيكم كل شيء. قال: نعم، حتى الخراءة، يعني كيف يأتي الخلاء، أدب الخلاء، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، بين هذا كيف. وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر نبي علما، يترك هذا الباب مرتجا موصدا لم يبينه، هذا من أعظم الضلال. ولهذا جاءت الأدلة واضحة في هذا الإثبات، وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية وما يتلوها. نعم. ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. نعم، وهذا مثل ما تقدم، هذا رد على اليهود. بل يداه مبسوطتان، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام باليد، وصف وأخبر سبحانه عن اليد وأنها مبسوطة، والنبي أخبر عن اليد وأخبر عن الكف، وأن الله سبحانه وتعالى يتلقى الصدقة بكفه، ما من عبد يتصدق بعدل تمر من كسب طيب إلا تلقها الرحمن بيمينه فيربيها له، فيربيها كما يربي أحدكم مهره وفصيله حتى تكون أعظم الجبل. الأذن وقعت في كف الرحمن، وصفها بأوصاف، وأن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات بيمينه والأرضين بيده الأخرى. واختلف هل يقال إن الشمال على رواية مسلم، أو اللي يقال كلتا يديه يمين، فمنهم من أثبت الشمال وقال لا منافات، ومنهم من قال إن ذكر الشمال وهم من حمزة بن عمر العمري، والحديث ثابت لكن حمزة هذا فيه ضعف، لكن أصل الحديث ثابت، وهذا لا يؤثر على إخراج مسلم له رحمه الله، لأن قد يكون في بعض الألفاظ أن تكون لفظ مثلا فيه كلام وأصل الحديث صحيح، فلهذا قال بلا اعتقاد كيف. ما نقول يد صفتها كذا أو كيفيتها كذا، لا، تفوض نثبت الكيفية، لكن لا نفوض الكيفية، إنما نثبتها حقيقة. الله أخبرنا أنه سبحانه وتعالى أنه استوى، أخبر أن له يدين، لكن لم يخبرنا عما وراء ذلك. انتهينا إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه. نعم، وأنه استوى على العرش بلا كيف كذلك، كما في الأثر المشهور عن مالك وصحيح، ويروى عن أم سلمة لكن في ثبوته نظر. الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما وراك إلا مبتدع، وما رواه يخرج. فهو سبحانه استوى العرش في سبع آيات. الرحمن على العرش استوى، الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى على العرش في سورة الأعراف، كذلك سورة يونس: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كذلك في الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترون ثم استوى على العرش. سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وكذلك في سورة الفرقان: الذي خلق السماوات في ستة أيام، خلق السماوات وبينه في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به
خبيرا. ثم كذلك في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات وبينه في ستة أيام ثم استوى على العرش. وآخرها في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في آية واحدة الرحمن العرش استوى، وفي الأخرى وفي الباقيات ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، كلها في إثبات صفة الاستواء لله عز وجل. أخبرنا وانتهى علمنا إلى أنه استوى، لكن كيف استوى لم يذكر كيف استواءه، فننتهي حيث انتهى ونقف حيث وقف وجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا محل إجماع من السلف. والاستواء له عبارات ذكرها العلماء كما قال القيم: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه نكراني، وكذاك قد علا الذي ما فيه نكراني، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نقل هذه العبارات الأربع، وهي استقر وقد علا وارتفع وصعد، وأنها كلها بمعنى الاستواء له سبحانه وتعالى. والاستواء غير العلو، فهو من الصفات ماذا؟ العلو. الاستواء هل هو من الصفات الخبرية أو من الصفات العقلية الفطرية؟ نعم، الخبرية، يعني الله أخبرنا أنه استوى، مثل سائر الصفات الخبرية. مثل ماذا؟ الصفات الخبرية تقدم معنا صفات الخبرية، صفات اليدين. فأخبرنا وكذلك كما تقدم في سؤال شيخ الإسلام صفة القدم، فأخبرنا سبحانه وتعالى. فالمدار على ثبوت ذلك، كما نقال رحمه الله: ما نطق بالكتاب وصحت به السنة. الكتاب ما نطق لأنه كله صحيح متواتر، لا مرية فيه. أما السنة فما صحت به السنة، فالمدار على الصحة. وفي هذا اللي تقدم إشارة مصنف رحمه الله إلى الإيمان بما جاء في السنة ولو كان من طريق خبر ماذا؟ الأحاد. المدار على الصحة، إذا صح وجب الإيمان. نعم. وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون. نعم. وأنه مالك خلقه سبحانه وتعالى وأنشأهم لا عن حاجة، لأنه سبحانه وتعالى إنما خلق خلقه سبحانه وتعالى لعبادته: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله غني بذاته سبحانه وتعالى، لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. هذه العبارة محتملة، يعني تفسر بتفسير يعني يتوجه على المختار في هذا، وأن خلقه سبحانه وتعالى لحكمة، لأن خلق الخلق ماذا؟ لحكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال سبحانه: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وكذلك أنكر على الكفار الذين قالوا أنه يعني عبث، قالوا ما يعني من ما خلقهم سبحانه باطنا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا ظن الكفار، هذا سوء الظن بالله عز وجل. فالله خلق الخلق لحكمة عظيمة، وهي عبادته سبحانه وتعالى والكون. وإذا كان الإنسان أعضاؤه خلقت لحكم عظيمة، السمع والبصر
وسائر ما خلق في الإنسان، فنفس الإنسان بكامل جسمه إيش تكون الحكمة فيه؟ تكون أعظم، تكون ماذا؟ أعظم. ولهذا ولا لمن دعاه إلى أن خلقهم، لو فسر مثلا هذا يعني لمن دعاه إلى أن خلقهم، وإن كانت عبارة رحم الله هنا نفي لكل معنى، لكن قد يفسر بما تقدم لأن حاجتني إلى ما خلق ولا لمن دعاه، وإن كانت العبارة يعني محتملة. وهو رحمه الله على يعني معتقد أهل السنة، وهذا لا إشكال في هذا، لكن أحيانا قد يقع بعض العبارات في بعض كلام السلف مما يكون لأجل دفع وتوهم باطل، وسيأتينا في بعض كلام رحمه الله، وإن كان الأولى هو الإعراض عنه، لكنه فعال لما يشاء، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ويحكم ما يريد، لكنه سبحانه وتعالى لا يكون هذا إلا لحكم عظيمة، كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادته وتوحيده، والخلق مسؤولون عما يفعلون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هم المسؤولون وهم موقوفون، وقفوهم إنهم مسؤولون. يسأل الخلق يوم القيامة عن ما كلفوا به وأمروا به، وهم مسؤولون عما كلفوا. وهذا يدعو العبد إلى الوجل والخوف، وأن يتوقع في أموره كلها ما دام في دار المهلة. نعم. وأنه مدعو بأسمائه الحسنى، وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام. نعم. وهذا مثل ما تقدم كرره رحمه الله، لأنك هذا، وأنه مدعو بأسماء الحسنى، تقدم هذا، موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، عبارة مكررة رحمه الله. وهذا قد يقع في كلام أهل العلم كثيرا رحمة الله عليهم، لأنهم لا يتكلفون رحمة الله عليهم، أهل العلم هؤلاء الكبار المتقدمون لا يتكلفون في باب التصنيف والعلم، لأن القصد هو بيان العلم وشرح العلم وتوضيح العلم، فقد يكون ذكر الشيء لسبب مثلا لأهميته أو للتأكيد عليه أو غير ذلك من المعاني، فالله أعلم. نعم. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. نعم، كذلك لا يعجزه شيء، ما كان يعجزه في السماء ولا فضل سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا يكيله شيء سبحانه وتعالى في الأرض ولا في السماء. وهذا النفي وكل نفي في الكتاب أو في السنة فهو لإثبات كمال ضده، لإثبات كمال ضده، فهو سبحانه لا يعجزه شيء لكمال قدرته. وكذلك نفي الظلم عنه: ولا يظلم ربك أحدا، هذا النفي ليس نفيا مجردا بل لإثبات كمال عدله. كذلك لا يجب عن ربك مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، وهذا النفي لإثبات كمال علمه وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى. فكل نفي، وهذا وإن كان النفي في نصوص معدودة، إنما لإثبات كمال ضده. فلهذا مثل قوله سبحانه: لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. فهذا كل نفي من هذا الباب، كقوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنفى وأثبت، فنفى نفيا مجملا وأثبت إثباتا مفصلا، وهذه طريقة القرآن والسنة.
ولا يوصف سبحانه ما فيه نقص وعيب سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم. وخلق آدم عليه السلام بيده. نعم، خلق آدم بيده كما تقدم في هذا. والله جاء في الأثر عن ابن عمر وإسناد الصحيح أن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء بيده سبحانه وتعالى، ورد ذكر أربعا أنه خلق سبحانه وتعالى بيده، وهنا قال وخلق آدم بيده كما تقدم، هذا محل إجماع من أهل السنة. ولهذا يأتي أهل الجنة أو الناس يوم القيامة وحينما يأتون إلى الرسل ويقولون وخلقك بيده. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام حينما جادل آدم عليه الصلاة والسلام وخلقك بيده سبحانه وتعالى، خلق آدم بيده، فهذا خصوص لآدم. وإلا لو كان كما تقدم بقدرته، أولا قال بيدي، وهذا لا يكون يقال بيدي يعني بقدرتي، لأن قدرة الله واحدة، وهذا لا شك من أبطل الباطن يقول بيدي، يلزم أن يقول بيدي يعني بقدرتي لأنها قدرة واحدة، ولأنه يلزم عليه أنه لا فضل لآدم على إبليس. كان يقول إبليس أنا أيضا خلقتني بيدك أي بقدرتك، وهذا كله كما تقدم منابذ لصريح الأدلة في الكتاب والسنة. نعم. ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. وهذا مثل ما تقدم، لم ينطق، فالعبرة في هذا بما نطق به الكتاب وصحت به السنة. أخبرنا أنه سبحانه وتعالى أنه ينفق كيف يشاء ويداه مبسوطتان، لكن لا نعتقد، لا نقول كيف كيفية كذا وكذا، هذا هو الواجب. كما قال المصنف رحمه الله بالعبارة محكمة، فإن الله أنهى وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنهى نقف وننتهي إلى هذا الشيء، لا نتجاوز، لا يتجاوز القرآن والحديث، أنهى وننتهي حيث أنهى سبحانه وتعالى، فإذا تجاوزنا دخلنا فيه. ولهذا لما أدخل الفلاسفة والمتكلمون عقولهم في هذا وأرادوا أن يدخلوا في هذا الباب ضلوا ضلالا بعيدا، وأهل أمرهم إلى الحيرة والضلال، ويكون الأمر الذي يعتقدون أن معتقده كافر يعتقدون بضده في وقت آخر، كله مما يبينه في أمر مريج وفي ضلال بعيد عياذا بالله من حالهم. نعم. ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول ولا العرض والغلظ والدقة ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. نعم، هذه العبارة مصنف رحمه الله مما أخذ عليه، يقول ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، هذه لا حاجة إليها هذه العبارة، لأنه هو رحمه الله قال بلا اعتقاد كيف. إذا كان بلا اعتقاد كيف، يعني كيف نقول كيفية كذا، أن ثبت هذا المعنى وانتفى المعنى الباطل. ولأن هذا النفي الذي يقع في كلام المتكلمين ويقع في كلام النفاة، وهذا هو الذي جعلهم يقعون في تحريف آيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنهم كيفوا، هم في الحقيقة يعني كيفوها ثم اعتقدوا التشبيه والتمثيل فيها، ثم آل بهم الأمر إلى النفي،
وهذا هو مآل كل من تجاوز ما انتهى إليه الخبر في الكتاب والسنة. القرآن والنصوص لا تأتي بمحالات العقول، تأتي بمحارات العقول، بما تحار فيه العقول. إذا وصلت إلى أمر أنت لا تفهمه قف فيقف. فهكذا السلف، فهم عن بصر وبصيرة وعقل نافذ كفوا وقفوا وآمنوا بما جاء في الكتاب والسنة. آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هم أولو الألباب، هم أولو العقول. ولهذا آل هؤلاء المتكلمون بل ذلك إلى ما آلوا إليه. منهم من من الله عليه بالهدى فعاد إلى الصراط المستقيم وتبينه ضلال تلك الطريقة. فالمصنف رحمه الله أراد أن ينفي تلك المعتقدات التي يقع بعض الناس، لكن لا حاجة إليها، لأن هذا يتوصل ويتوسل به المتكلمون النفاة إلى نفي هذه الصفات التي أخبر الله بها من الوجه واليد والاستواء والنزول والمجيء وسائر الصفات الخبرية التي أخبر الله بها سبحانه وتعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام، كنزوله سبحانه وتعالى في آخر الليل كل ليلة. فهذا لما كان يحتمل أن يقصد به نفي هذه الأسماء والصفات، نفي هذه الأسماء، ويحتمل معنى حق وهو أن الله لا يشبه الخلق وأنه أعضاؤه يعني تشبه، أن هذه تكون يقال إنه كأعضاء المخلوق، وأنه يقال إن هذه أعضاء كأعضاء المخلوق. لكن لا نقول هذا، لا نقول أعضاء ولا نقول جوارح، نثبت ما أثبت الله. فهم توهموا أنه بإثباتها يقال هي أعضاء كأعضاء المخلوق وجثة كجثة المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما توهموا هذا الباطل آل بهم الأمر إلى النفي، فنفوا المعنى الحق. فلما كان هذا النفي يترتب عليه أن ينفى المعنى الحق، ها، وفي ضمنه أيضا نفي معنى باطل، لما كان محتمل، السلف رحمة الله عليهم يقولون نتمسك بما جاء في النصوص وما جاءت به الأدلة، ونقول بما جاء به الكتاب والسنة من إثبات المعاني والألفاظ التي جاء في الكتاب والسنة، فنثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وننفي ما نفى الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام عنه ما نفيا. هذا هو الواجب، لا يتجاوز القرآن والحديث. ولهذا لما كان هذا القول محتملا للحق والباطل استفسرنا، قلنا ما تريد بالنفي للأعضاء والجوارح؟ تريد أنه سبحانه وتعالى ليس له يد، لا يستوي على العرش، لا ينزل، المعنى باطل. تريد أن هذه الصفات ليست كصفات الخلق، ليست كما يوصف الخلق، نقول هذا معنى صحيح. لكن من قال أن هذا ينعقد في نفس المثبت؟ المثبت أثبتها حقيقة لله عز وجل على اللائق به سبحانه وتعالى، كما أن نثبت له العلم والسمع والبصر، وأنه كما قال ليس كمثله شيء وهو سميع البصير. المخلوق يسمع والله سبحانه، والله سميع والمخلوق سميع. ولقد خلقنا الإنسان نطفة أمشاج نبتليه، قال وجعلناه سميعا بصيرا، جعل السميع بصير، نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا،
والله سمى نفسه سميع بصير، المخلوق سميع بصير، ليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منتفي فلا ينعقد في نفس المثبت. نعم. ولهذا لكنه رحمه الله لو وقف على ما ذكر آخرا فإنه ليس كمثله شيء لكان هذا هو الوجه المحكم في هذا الباب، تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. نعم. ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. نعم. ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. وهذه من المسائل الكلامية المحدثة ومن الحماقات، كما قال ابن جرير رحمه الله في صريح السنة أنها ومن الحماقات المحدثة قولهم إن الاسم هو المسمى أو غير المسمى. يقول رحمه الله فليس فيها أثر يتبع ولا قول عن إمام فيستمع، فوجب الكف عنها لأن الخوض فيها شين، لأن الخوض فيها شين والسكوت عنها زين. هذا الواجب. الاسم هل هو مسمى أو غير مسمى؟ ما الذي وهذا من الحماقات ومما تكلم فيه المتكلمون، الاسم هل مسمى؟ ولهذا قالوا كما قال ابن جرير رحمه الله، شرح شيخ الإسلام رحمه الله، يقال الاسم للمسمى. ايش دليله؟ ايش دليله من القرآن؟ نعم. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء، الاسم للمسمى، الاسم السميع البصير الرحيم الكريم الودود هي لله سبحانه وتعالى، الاسم للمسمى، هذا هو الواجب. هو يقول ابن جرير رحمه الله لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال طعام شبع لأنه الاسم مسمى، من قال شراب ارتوى، من قال نار احترق. هذه حماقات، هذه حماقات حدثها المتكلمون وضلالات، ولهذا وجب الإعراض عنها. ولهذا لا يأتي مبطل بحجة إلا وفي قوله ما يبطلها، ما يأتي مبطل بكلام من القرآن أو من السنة ويدعي أنه حجة له إلا ويبين أن هذا القول باطل. أبدا لا يمكن أن يحتج بشيء من القرآن والسنة ما صح في السنة أو جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون دليل مبطل، بل يكون في قوله هذا ما يبطله. ولكلام شيخ الإسلام كلام في هذا عظيم رحمه الله. فالاسم للمسمى، هذه حماقات ودعا إلى الكلام عليها كما يقول رحمه الله لخوض أهل الكلام فيها. ولهذا قال ولا يقول أسماء الله غير أن أسماء الله غير الله كما يقول المتجه وطوائف من أهل الأهواء. وهذا هو الواجب، وهذا أيضا هو الواجب لما تقدم أيضا، وأنه يفصل في هذا، احتاج أن يفصلوا لأجل يفصلوا ويميزوا الحق من الباطل. نعم. ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك، وقال أنزله بعلمه، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال فلله العزة جميعا، وقال والسماء بنيناها بأيد
وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، ويثبتون أن له وجه سبحانه وتعالى، أن له وجه ويبقى وجه ربك، وأنه سبحانه وتعالى يراه المؤمنون بينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى. هذا سيأتينا مزيد بيان له في إثبات صفة الرؤية، أنه يرى سبحانه وتعالى، ويرى أنه سبحانه وتعالى يتنعم الجنة برؤيته سبحانه وتعالى في الجنة. فله وجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا هو الواجب، وإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى، كما قال: ويبقى وجه ربك، وكذلك قال: أنزله بعلمه سبحانه وتعالى، وأن له علم سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه. فالله سبحانه وتعالى عليم بعلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله غدا، بارك الله فيكم.